بما انك ذكرت رام ربيعه، انت بتقول ممكن ياخد بعض الاوقات. انا بشوف من وجهه نظري ان انا برشح رام ربيعه هو اللي يلعب جنب ياسر ابراهيم مباراه السنغال، وانا عارف ان ممكن الناس تشوف ان الكلام ده غير قابل للتطبيق على ارض الواقع بشكل كبير، لكن انا بشوف ان انت حاليا بتفتقد عنصر التجانس في السنتر باكس الموجودين او اللي كانوا هيبقوا موجودين في منتخب مصر. حاليا انت عندك ياسر ابراهيم هو الاجهز ان هو يلعب المباراه بعد اداء المباراه الاخيره، فبالطبيعه الحال ان انت بتدور على اقرب واحد ممكن يكون متجانس مع ياسر ابراهيم، ده من وجهه نظري. فالناس ممكن تروح لايمن اشرف، فواضح جدا استدعاء رام ربيعه وعلي جبر ان الظروف والمباريات او المباراه 90 دقيقه اللي احنا لعبناها والجبهه اسماعيل صار والعرضيات الكتير اتلعبت داخل منطقه الجزاء بتاع منتخب مصر، بالتاكيد انت محتاج طوال قامه، محتاج مدافعين قادرين على التعامل مع الكرات الهوائيه بنجاح. ومن هنا كان اختيار رامي ربيعه وعلي جبر. بشوف ان رامي ربيعه فرصه افضل من علي جبر لان رامي ربيعه متجانس في ادائه مع ياسر ابراهيم، لكن اي اثنين هيلعبوا نتمنى ليهم التوفيق. لكن انا بشوف ان ممكن جدا رامي ربيعه لو جاهز بدنيا هيكون متواجد بشكل او باخر. محمود علاء يمكن ايضا يعني الاقرب بعد ايمن اشرف، لان محمود علاء لعب في افريقيا ولو بعض الدقائق، لكن مستواه الفتره الاخيره ونفسيا ما اعتقدش ان هو ممكن يكون قادر. ولكن لو كيروش شاف ان محمود علاء هو اللي يبدا مع ياسر ابراهيم نتمنى ليهم التوفيق. لكن انا وجهه نظري رامي، وتحديدا في رامي، لان رامي يعني لسه بنتكلم وفارس بيقول ان ربنا بيدي حاجه كده، رامي كان قاب قوسين وادنى من انه يغادر النادي الاهلي ويروح للمقاولين العرب في بطوله كاس العالم قبل الماضيه، واتقال ان فرق التوقيت وساعه او نص ساعه هي حسمت الامر ورامي قرر البقاء. وقتها كان رامي تم استبعاده من قائمه كاس العالم للانديه، ولو كان هيروح كان هيروح مش هيشارك. فرامي اختار قرار ان انا لا، انا مش هروح ضيف شرف مع كامل احترامه وتقديره للرحله، ولكن اصر ان هو يبقى في القاهره ويتدرب بشكل شبه يومي عشان يثبت لبيتسو موسيماني ان هو قادر على ان هو يتواجد ضمن التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. فتروح الايام وتيجي الايام ويجي كاس العالم للانديه، فيلعب رامي مباراه مونتيري المكسيكي عشان يكون افضل لاعب في المباراه كنوع من انواع ان اجتهد اتعب. ممكن تجد ان شاء الله يكون رامي واي لاعب مع ياسر ابراهيم وياسر ابراهيم موفقين، ولكن رساله لجماهير النادي الاهلي، بالفعل انت عندك خط الظهر الاكفأ في القاره مش في مصر فقط لا غير. متفق معاك، وان شاء الله باذن الله اي حد يكون هيشارك في المباراه دي كل الدعم ليه. يمكن لو كيروش بيعتمد على فكره مين كان اقرب في الملعب، ممكن تلاقي محمود علاء بيبدا او ايمن اشرف. اسامه عنده وجهه نظر ان ربيعه الاحق، او ان هو يقدر يكون اضافه. في النهايه التوفيق لكل لاعبي. هي فكره انت بتلعب على التجانس بس المباراه التجانس 90 دقيقة. انا شايف ان هو ممكن يبدا بايمن اشرف لده، وان كان كيروش ممكن يفاجئك وتلاقيه بيبدا بمحمود علاء. فعشان كده حسابات كيروش بصراحه بتبقى مختلفه. لا تمام. هو للامانه هو اصلا الوضع محير ان انت لما يغيب عنك السنتر باكس فجاه في مباراه زي دي، فانت وقبلهم حجازي. ما انا بقول لك حجازي قصة غريبة. ثم الونش ثم عبد المنعم، وفي مباراه دول اهم حاجه فيها السنتر باكس.